نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على توفر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، إلى جانب توفر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ارتفعت الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال عام 2021 بنسبة 56.3%، حيث بلغت 2.5 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%. وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي مستوى 596 مليار و700 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 8764 نقطة ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.1%. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة فقد فتح اليوم عند 2693 نقطة ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.17%. أما عن مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 فقد فتح اليوم عند 2484 نقطة ليغلق عند نفس المستوى. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم 18.81 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، سعر البيع 18.92 جنيها عن اليورو 19.98 جنيها، وسعر البيع 19.10 جنيها. نصل للجنيه الاسترليني 22.30 جنيها، وسعر البيع 22.44 جنيها. بالنسبة للعملات العربية نبدأها معكم من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5.12 جنيها، وسعر البيع 5.15 جنيها. وأخيرا الريال السعودي سجل سعر الشراء وصل إلى 5 جنيهات وقرشا واحدا، وسعر البيع 5.04 جنيه. من العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك لتسجل الأوقية 1704.59 دولارات. أما على المستوى المحلي فسجل جرام معيار 18 نحو 848 جنيها، وعن عيار 21 وصل السعر اليوم إلى 990 جنيها، ولمس عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1133 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 7920 جنيها. ارتفعت أغلب بورصات الخليج ردا على المكاسب التي حققتها أسعار النفط والأسهم العالمية نتيجة توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة تقل عما كان متوقعا. وزاد المؤشر السعودي بنسبة 1.2% بعد أن وصل لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر في الجلسة السابقة. وفي الكويت صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 77%. أما في البحرين تراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 32%. نتائج جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى إلى الهام نمر وريهام الزيبي. إليكم شكرا لك يا آية الكفوري.